يواصل فيلم بنات العم للثلاثي أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد تصدر شباك التذاكر، وذلك بعدما نجح الفيلم في تحقيق أكثر من 6 مليون جنيه خلال فترة أسبوعين فقط. ورصدت كاميرا اليوم السابع عدم إقبال الجمهور على الأفلام الموجودة بالسينمات وقتها، وهو عمر وسلمى 3 للمطرب تامر حسني، بينما شهد بنات العم زحاما شديدا. وبنات العم من بطولة الثلاثي أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو وأيتن عامر ويسرى اللوزي ورجاء الجداوي وصلاح عبد الله وإدوارد، وهو من إخراج أحمد سمير فرج. ما عملتيلي الفيلم ده؟ يرضيك الجبانة دي ما تجيليش البيت ولا مرة من ساعة ما اتجوزته؟ طب طب فيه يا الإنجينير جاي؟ عندكم بديهات كريمة بكم؟ عموما ما تتضايقش أنت يا أحمد. في إيه أنت هترمي قنبلة؟ جلالة ايه السؤال حليم؟ هي حاجه زفت. وعارف انت بتقولي انا شبه مين وانا صغيره؟ مين يا بت؟ القرموطي ولا مين؟ بصيت انت حد قالك قبل كده ان انت مهزق؟ بالهبل ايه الكلام ده؟ شو ما هم دول بنات عمي يا عاطف. اوه كانوا معاكوا في نفسك يا عاطف.